وزي ما قلت لك كده يا صاحبي. المهم المهم ايه بقى يا صاحبي؟ اركب انا عربيه امشي مطمن ان انا لابسه الفيراري ولا اللامبورجيني ولا الفور باي فور؟ انا شايف انك تركب الفور باي فور احسن. ماشي يا صاحبي، مش هكسر لك كلمه. سلام. عندك يا صاحبي يا تكميله، عندك ده كله وقاعد تفتر على الناس. ماشي يا صاحبي ماشي. جبت لك الصوره اهو يا عم الشيخ اللي انت طلبتها بيه. تاخد شوف كده. ايوه مية مية كده. لحظه ما اعمل لك عمل. ماشي يا عم الشيخ. مش بقى وانت ما تيجي تقول كاجي 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 تكا. خد اهو وخد القطه دي. ماشي ماشي يا عم الشيخ. ايه ده عم الشيخ بتعمل كده ليه؟ هي كده اتلبست ومعمول عليها العمل. فين الصوره؟ الصوره يا عم الشيخ. ايوه هات كده الصوره دي والقطه دي، هتدفنهم في قبر وتروح توديهم علشان العمل يشتغل. حاضر بقى. حاضر يا عم الشيخ. ادفنهم في قبر. حاضر حاضر. يلا. يا رب ما حد يشوفني. يا رب يا رب هندمك يا خناص. عندك اسطول العربيات وعندك كل حاجه وانا ما عنديش. ماشي ماشي، ده انا هحول حياتك كلها الجحيم. وريني بقى هتنعم باللي عندك ازاي وبفلوسك وانا جعان كده. حياتي بتتدمر. انا عملت ايه؟ المشكله مفيش اي حاجه. هي بتتدمر ليه؟ ليه مش حاسس بالدنيا؟ ليه مش حاسس بالاكل؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ يا رب اخيرا حياتك كلها تبدل الجحيم. الحمد لله يا رب الحمد لله، العمل جاب نتيجته. قال كان عنده عربيات وعنده فلوس وعنده كل حاجه وانا ما عنديش، وقال ايه؟ عايز يفرح بالدنيا. يا رب يزيده كمان غم وهم وحزن على قلبه. ايه يا قناص، مش هتيجي تركب عربيه من عربياتك؟ مش عايز حاجه من الدنيا، اركبهم انت. اخيرا العمل اشتغل وجت اللحظه اللي شفتك فيها مكسور. يلا. ازيك يا عم الشيخ؟ بخير الحمد لله يا ابني. مالك يا ابني؟ انا كنت الحمد لله عم الشيخ، ربنا كرمني من اوسع ابوابه، وفجأة لقيت حياتي اتدمرت. مش عارف من ايه اتدمرت مرة واحدة كده يا عم الشيخ، من غير اي حاجة من غير اي سبب. مش عارف اعيش، مش عارف اكل، ولا عارف اشرب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابني انت واضح كده من حكايتك انك معمول لك عمل سفلي ومدفون تحت رجل قطة. رجل قطة؟ طب ازاي الاقي يا عم الشيخ؟ ومين اللي عاملهولي؟ ماشي يا ابني لحظة كده شوف لك. يا ابني اللي عامل لك العمل ده ما اقدرش اطلع اسراره، لانه يعتبر عميل من العملاء بتوعي، بس اقدر اقول لك على المكان يا ابني. فين يا عم الشيخ؟ المكان ده يا ابني لما تقرب منه هتسمع القطة بتناديلك وتنولولك وكأنها بتقول لك تعالالي تعالالي. يا رب يا رب يا رب الا العمل اللي عامل فيا كده يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا زي ما الشيخ قال لي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يعمل لحد عمل زي كده. فعلا يا عم الشيخ لقيتهم مدفونين في قبر، بس ابوس ايدك تقول لي مين اللي كان عامل لي العمل ده. لا يا ابني ما اقدرش اسرب اي عميل من عيوني بتوعي، بس انا هقول لك على صفه يا ابني تعرفها من خلاله. ايه هي الصفه دي يا عم الشيخ؟ طول ما انت ماسك العمل ده في ايدك كده وبتتحرك بيه، اول ما تقرب منه هتلاقيه بيناولو. ماشي يا عم الشيخ شكرا. يلا يا ابني بيناولو. يا رب الآ يا رب يا رب الآ، العمل ليا العمل ده عشان انتقم منه. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب الآ يا رب. ايه ده؟ صياد.